هدف ثاني للمنتخب الوطني الجزائري، وبتوزيعة من لاعب الوسط لاعب نادي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر. أكيد لاعب مثل إسلام سليماني يساعد كثير في الجانب الهجومي، خاصة على مستوى الكروسات، يعني على الأطراف، يعني يكون عنده أجنحة ممتازة تعمل له الكرات طويلة، يعني ينجح، وخاصة يقدر حتى يساعد زمايله في المساحات، أنه يعني بالحركة تاعه أو بالارتقاء تاعه ممكن يساعد كثير الجانب الهجومي، خاصة لو جو يفهموا كثير الناس اللي تلعب جنبه، ممكن يساعدهم كثير في اللمسات الأخيرة. يعني حاليا هو الهداف وراه في فورمة كبيرة، وسمعتكم تكلموا على الجانب الدفاعي، هو هاجس مدرب، دائما مدرب الهاجس تاعه هو الأربعة مدافعين، يعني يبحث دائما على التوليفة، وحسب ما اظن ان بالماضي سيد بالماضي لقيت توليفه تاع الاربعه مدافعين، يعني هي الاقرب باش تلعب في الاول مباراه، ولكن لما تكلموا على منظومه نتكلموا على منظومه كامله، يعني المدافع حيبدا من المهاجم، هو اول مدافع، يعني وفي حاله الهجوميه لازم يكون توازن، اكيد حيكون توازن، حيكون واحد سنتينال امام الاربعه مدافعين، وزايد عندك اطراف يعني ممكن تساعد الهجوم، خاصة في المباريات المغلقة، يعني واحد مثل عطال مثل أيت نوري ممكن يعطيك حلول على الأطراف. يعني نعم عبد الملك عبد اللوي، أنت قريب من رياض محرز وتتحدث عن الخفة والسرعة والجاهزية البدنية، كيف كانت الحالة البدنية بالنسبة لرياض محرز خاصة بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع أهلي جدة السعودي؟ وأكيد رياض محرز في البداية كانت عنده شوية صعوبات في التأقلم، خاصة من جانب الجو، فريق جديد، دوري جديد، لاعبين اللي معاه، ممكن الوحيد اللي عنده إمكانيات كبيرة هو فرانكيسي يلعب معاه في نفس النادي، وفيرمينو بدايته ما كانتش جيدة، يعني من بعد تراجع كثير حتى ولا احتياطي، يعني حتى بداية ماندي تانيك أخطاء كثيرة، الحارس ماندي منتخب السنغال، يعني حاليا ولا يعني إمكانياته رجحها، وكان هو أحسن حارس في شهر ديسمبر. أما بخصوص محرز، يعني الحقيقة عنده شعبية كبيرة، وفي النادي الأهلي وفي نادي جدة، وهو أحسن ممرر يعني أسيست في الدوري الروشن، زائد أنه مسجل 8 أهداف. الجانب نقول لك البدني، ما نقدرش نقول لك، يعني سووا اختبارات اخر مره من 3 أسابيع، يعني كان يعني احسن واحد فيهم كان هو فرانكيسي وماكسيمالز تاع اسمه نيوكاسل، هما كانوا اول 2، وكان هو ثالث، يعني كان ثالث في الترتيب تاع الجانب البدني، يعني في الاختبارات، يعني كان يعني ما نقولكش جيد وجيد، ولكن انسان هو، شوف هو تكتيكيا بالكره يعرف يلعب، يعني الجانب الدفاعي لسه ما تطورش من الجانب الدفاعي، ممكن مع الوقت يعني يتاقلم احسن هنا في الدوري تاع روشن ان شاء الله. يعني انت كنت قريب لي، لذلك سالتك عن رياض محرز، يعني كان ما بين احسن 3 لاعبين من الجانب البدني بعد الاختبارات التي تم اجراؤها في نادي الاهلي. نعم، من ثلاث اسابيع حوالي 4 اسابيع داروا اختبارات هنا، كان هو ثالث واحد في الترتيب. يعني والتقييم من المحضرين البدنيين؟ اكيد ثالث ترتيب، يعني نقول لك يعني فوق ال 50، فوق ال 60، يعني اكيد، يعني لان اول كان جال ماكسيموس، الثاني كان فرانكيسي، الثالث هو. نعم، يعني رفيع يعني جاهزيته، ما نقولوا يعني اختبارات يعني ما نقولوش جيده جدا، ولكن جيده ومقبوله، يعني خاصه لاعب مثل محرز، يعني امكانيات كبيره فنيه، وان شاء الله يفيد المنتخب في هذه الدوره الافريقيه ان شاء الله. إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. ستبقى معنا عبد الملك عبد اللوي، شكرا على كل هذه التفاصيل التي تخص
لاعب المنتخب الوطني والقائد رياض محرز.